بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأمين المؤيد بالشرع المتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من النعمة العظيمة التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده أن يوفقهم إلى مواسم الطاعات والبركات، ومن واجب شكر هذه النعمة العظيمة أن يتخذ العبد هذا الموسم سلماً إلى الله سبحانه وتعالى ومغنماً عنده سبحانه وتعالى. وإن العبد الصادق البصير عليه في ختام شهره أن يكون له وقفة مع تجويد ختام الأعمال الصالحة. لو تأملنا في الحديث الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. يقول الحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث أن فيه حث على تجويد الخاتمة، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخير من هذا الشهر ما لا يجتهد في غيره، وما هذا إلا لتجويد خاتمة هذا الشهر. فعلينا أعزائي المشاهدين أن نبحث عن تلك المفاتيح التي تعيننا على تجويد ختام شهرنا هذا. من أهم المفاتيح التي تعيننا على تجويد ختام شهرنا أن نلحق عبادتنا لله سبحانه وتعالى استغفاراً وتوبة إليه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه في حديث صحيح أنه إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً، والله سبحانه وتعالى يمدح المؤمنين بعد قيامهم في الليل أنهم يستغفرون، فيقول سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه بعد أن يتوضأ توبة واستغفار: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وكذلك في الحج بعد عرفات يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فكان للاستغفار والتوبة أثر عظيم في تجويد ختام الأعمال الصالحة. كذلك من تلك المفاتيح أن الإنسان يفتش ويحاسب نفسه في عمله في شهره، وبطبيعة الحال أن النفس البشرية لا تسير على نسق واحد، فأحيانا تكون همتها عالية، وأحيانا قد تفتر هذه الهمة. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه ويدفع نفسه إلى عمل أفضل وأكمل، ويفعل ذلك الدواء الذي هو المجاهدة. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وتجويد ختام الأعمال الصالحة هو من شعار المتقنين والمحسنين. كذلك من هذه المفاتيح التي تعين على تجويد ختام الأعمال الصالحة أن الإنسان لا يغتر بعمله، بل دائما يرجو من الله سبحانه وتعالى قبولا ومزيد توفيق. ولو تأملنا في قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لوجدناه أنه عندما بنى البيت والكعبة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كذلك من تلكم المفاتيح التي تعين على تجويد ختام الأعمال الصالحة أن الإنسان ينقب في تلك الأعمال الصالحة في شهره، ويجد في ماذا فتح الله عليه من عمله في الشهر. فهل فتح عليه في باب الصلاة، أو فتح عليه في باب قراءة القرآن، أو فتح عليه في باب الصدقات، فيتمسك ويتشبث
بهذا العمل الذي فتح الله عليه سبحانه وتعالى فيه، وينوي أنه سيواصله كذلك بعد رمضان. ومن علامات قبول الأعمال أن يتبع العبد العمل الصالح عملا صالحا بعده. لا أعزائي المشاهدين، لا يكون حديث تجويد الأعمال الصالحة إلا شعارا لذلك أو شعارا لأولئك المحسنين المتقين الذين كانت لهذه العبادات والأعمال الظاهرة آثارا على نفوسهم وعلى قلوبهم وعلى إيمانهم. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: ومن فرط فليختمه بالحسنى فالعمل بالختام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تجويد ختام أعمالنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. نسأله سبحانه وتعالى إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد.